استعرضت سفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بدر بن سلطان أبرز مواقف بلادها تجاه أوكرانيا، وذلك بعد اتهام البيت الأبيض للرياض بالاصطفاف مع روسيا في قرار خفض إنتاج النفط الذي صدر عن أوبيك بلس في 5 أكتوبر الأول الجاري. ونشرت السفيرة السعودية تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع تويتر استعرضت فيها أبرز مواقف السعودية تجاه أوكرانيا، والتي شملت ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حول إدانة المملكة لدم روسيا لأراضي أوكرانيا. وكان قد أجرى ولي العهد السعودي اتصالا مع الرئيس الأوكراني في 15 أكتوبر قال فيه تصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نابع عن دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية. واستعرضت الأميرة ريما بنت بدر أيضا تقديم السعودية خلال الاتصال نفسه مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 400 مليون دولار بهدف الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين خلال الأزمة التي تمر بها البلاد. ولفتت السفيرة السعودية لدى واشنطن إلى الشكر الذي وجهه زيلينسكي لمحمد بن سلمان على استعداده للعب دور الوساطة في حل الصراع وعلى موقف المملكة الثابت ومبادراتها الإنسانية. وذكرت الأميرة ريما بنت بدر بأن المملكة صوتت ضد قرار ضم الأراضي الأوكرانية لروسيا في 12 أكتوبر تشرين الأول الجاري، وبجهود ولي العهد السعودي في عملية الإفراج عن 10 سجناء حرب في روسيا وأوكرانيا من 5 دول، وأشارت إلى أن 2 منهم يحملون جنسية الأمريكية. واستعرضت السفيرة أيضا مساهمة المملكة ب10 ملايين دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، وأشارت إلى أن السعودية مددت تأشيرات الزائرين الأوكرانيين لديها وسمحت للسياح المقيمين من حامل الجنسية الأوكرانية بالبقاء على أراضيها. وذكرت أيضا بموقف المملكة في 2 مارس لصالح قرار الجمعية العامة الداعم للقانون الدولي واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء بما فيهم أوكرانيا. وكان البيت الأبيض قد اعتبر أن قرار أوبيك بلس خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر تشرين الثاني المقبل اصطفاف إلى جانب روسيا، وأشار إلى أن واشنطن في طور إعادة تقييم العلاقة مع السعودية على هذا الأساس. وفي خبر آخر قالت وكالة الأنباء السعودية واس إن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع مسؤولي الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية جان جيانغ هو، وأكد خلاله الجانبان استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية. وأضافت واصل يوم الجمعة أن الطرفين شددا على أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في استقرار السوق التي تواجه حالة عدم يقين نتيجة للظروف الدولية المعقدة، منوهين بأن المملكة تظل الشريك الأكثر موثوقية لإمدادات البترول للصين. كما تطرق الجانبان إلى الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة وتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية. واتفق الطرفان على التعاون في إطار الاتفاقية الثنائية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين الصينية والسعودية. ويأتي الاتصال الهاتفي في ظل تجاذبات بين واشنطن والرياض عقب قرار أوبيك بلس بشأن خفض إنتاج النفط. وخلال الأسبوعين الماضيين أعربت الولايات المتحدة على الرئيس جو بايدن ومسؤولي إدارته عن عدم رضاهم من قرار منظمة أوبيك بلس خفض إنتاج النفط، ورأوا أنه يصب في مصالح روسيا، كما لوحوا بإعادة تقييم العلاقات مع الرياض. وغير بعيد عن أوبيك بلس قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو إن تركيا لا يمكن أن تقبل التهديدات الأمريكية الموجهة للسعودية على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة أوبيك بلس. وأضاف تشاووش أغلو نرى تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من أوبيك بلس، وهو التهديد الأمريكي للسعودية ما لا يمكننا قبوله، مشددا على أن هذا الاستقواء والتنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا. وتوجه إلى الولايات المتحدة قائلا إن أردتم أن تنخفض أسعار البترول والغاز فارفعوا العقوبات عن إيران.
من جانبها رفضت السعودية هذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أن قرار أوبيك بلس اتخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة، وشددت على أنها لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير الأهداف التي تسعى إليها لحماية استقرار أسواق النفط. في نهاية مارس الماضي انتشرت أنباء بشأن أن المملكة العربية السعودية تدرس قبول اليوان بدلا من الدولار عند بيع نفطها للصين، وقد أحيا هذا الخبر التكهنات حول قرب انتهاء عصر ما يسمى بالبترودولار الذي بدأ في سبعينيات القرن العشرين وأسهم في ترسيخ مكانة الدولار الأمريكي العالمية كعملة مفضلة ومهيمنة بين احتياطات النقد الأجنبي حول العالم. يبدو أن النقاش حول استخدام عملات أخرى غير الدولار تعود لأكثر من 50 سنة، وأن التوقعات حول استخدام اليوان الصيني لشراء النفط تعود لعدة سنوات. من جانبه يقول رفيق لاتا إن حقيقة أن هذه التسريب قد ظهر الآن يعكس التوتر في العلاقة السعودية الأمريكية والتغيرات الهيكلية التي تشهدها سوق النفط العالمية منذ فترة، والبيئة الجيوسياسية التي خلقها غزو القوات الروسية لأوكرانيا، وأخيرا العلاقة المهمة مع الصين. ويجمع العديد من الخبراء على أن مثل هذه الخطوة إن حدثت فإنها تهدف لتكون بمثابة بوليصة تأمين للسعودية والصين معا لتقليل آثار أي عقوبات مستقبلية قد تعيق استخدام الدولار الأمريكي لإتمام عملية بيع النفط بينهما. وخلال الزيارة الهامة لرئيس دولة جنوب إفريقيا إلى المملكة العربية السعودية، تم مناقشة رغبة المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى تجمع دول البريكس، حيث أكد رئيس سيريل رامافوزا أن المملكة العربية السعودية أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى عائلة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ستتم مناقشة قرار انضمام المملكة العربية السعودية إلى البريكس العام المقبل. واختتم الرئيس زيارته الرسمية إلى المملكة وهو واثق بأن البلدين قد عززا تعاونهما الثنائي المستمر ووطد شراكتهما الاستراتيجية. وزار رامافوزا المملكة العربية السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستضافه في جدة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يومي 15 و16 من أكتوبر. وقال الرئيس الجنوب أفريقي إن انضمام السعودية إلى بريكس سيعني تغييرا كبيرا في الدول التي تشكل الكتلة، لكنه قال إن ذلك سيناقش خلال قمة ستعقد في جنوب إفريقيا العام المقبل، حيث ستجتمع دول البريكس في قمة العام المقبل برئاسة جنوب إفريقيا وستكون مسألة قيد النظر. ووضع رامافوزا أجندة واضحة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وتحت له الزيارة فرصة للمضي قدما في المناقشات السابقة حول الاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية المحددة ولا سيما الزراعة والدفاع والطاقة والنقل مع المملكة. وأشاد رئيس جنوب إفريقيا بمذكرات التفاهم 17 باعتبارها شهادة على النجاح الحقيقي الذي يسعى البلدان إلى تحقيقه بعد أن بدأت في عام 2018 بالتزام المملكة العربية السعودية باستثمار 10 مليارات دولار في اقتصاد جنوب إفريقيا. كان زرع البذرة من نواح كثيرة، وهذه البذرة تنبت، وحتى الآن تم استثمار مليار دولار في جنوب إفريقيا من خلال شركة تدعى أكوا باور.